مدينة سيونس ويب تي في ترحب بك سي حاتم بن رمضان، لو كانت تقدم لنا محاضرة اليوم. Alors, محاضرة اليوم سوف porter sur les polymères. Je vais essayer de, comme me l'avait demandé Madame Bey, de, entre guillemets, vulgariser ça. C'était pas évident parce que bon, nous, on est plongé dans les publications, dans la recherche et dans des choses compliquées. سي حاتم، مادة البوليمير بالعربي هي مادة بلاستيكا؟ البوليمير هي مادة العضويات الضخمة يقولوا لها، وفي بعض البلدان يقولوا لها بوليميرات. مي دونك معناها الارابيزاسيون ني با توجور ايفيدونت باسكو بون. دونك تو نشوفوا اللي بون فات لي بوليمير سي لا ماتيير دو باز بور فير دي بلاستيك. Et je vais traiter un petit peu, je vais traiter les polymères d'un côté. Donc, surtout les domaines d'utilisation, l'intérêt, et puis juste un clin d'œil sur l'environnement et les problèmes d'environnement que ça peut poser. يعني محاضرة اليوم باش تكون على مادة البوليمير اللي هي المادة المكونة للبلاستيك في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية باش تعطينا الأنواع نتاعها والمضار نتاعها. الأنواع نتاعها صعيب شوية على خاطر سا فا بخوندغ بليزيوغ سيونس، مي ليسونسيال باش نعطي الأنواع نتاعها لوريجين نتاعها بليتو. Et puis, oui, nous l'utilisons dans la vie quotidienne, comme vous dites, et dans des domaines un peu plus spécialisés, quoi. لما سعفوش الحظ باش يحضر المحاضرة نتاع اليوم، تنجمش تلخصها لنا معناتها؟ Alors, نلخصها لكم، donc, من الأول سوف تكون une partie باش نعرفوا شنو هو البوليمير، سي عقبال كل شيء، خاطر برشا الناس ما تعرفش معناها ان بوليمير. ومن بعد باش نحطوا معناها لا ديفيرونس انتر بوليمير بلاستيك، شنو الفرق بيناتهم. من بعد لي دومين دوتيليزاسيون، لا برودكسيون مونديال بالطبيعه لي دومين دوتيليزاسيون. من بعد شويه كومون دي اون فيو ميكروسكوبيك او نيفو دي شين كيف هي الماده معناها التركيبيه الكيميائيه من غير ما ندخل في الديتاي باسكو باش ما يوليش شيء مقلق. ومن بعد شو الاخر، من بعد شويه كيفاش اون مي او بوان سي كيفاش نصنعوهم، كيفاش نعملوا لوبجي فهمتني. ومن بعد نخدموا شويه بكلمه على المحيط والانفيرونمون اللي ماخذين ديما فكره خايبه على البلاستيك، مي وفات على خاطر المحيط، مي وفات تو نوريكم اللي مش صحيح او كونترير. سي حاتم، اذا كنا نقسموا العصور نتاع حياه الانسان، فما العصر الجليدي، العصور الجيولوجيه، تو نجموش نحكيوا على العصر البلاستيكي. او العصر البلاستيكي اللي هي تقريبا قرن ونصف من اللي بدا، دونك احنا وني تري 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 زون روتار بارابور ا سكي سباس، وان شاء الله تو ايسيي دو غاتخابي سو روتار لا كوا. يعطيك الصحة سي حاتم، نورتنا. ولا مرحبا بك، يعيشك في الامانه.